بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. حياكم الله طلبتنا الأعزاء وأسعد أوقاتكم. نتواصل معكم في تقديم محاضرات الفسلجة، سلسلة محاضرات الفسلجة الطبية المقدمة من قبل الدكتور الاختصاص ميسم محمد حسين الكعبي. وصلنا وإياكم إلى اليونت 2 Blood and Body Fluids Lecture 13 Part 5 about coagulation of blood. Applied physiology اللي هي bleeding disorders، اضطرابات النزف الدموي، are the conditions characterized by prolonged bleeding time or clotting time. إذا أما طول في فترة البليدينج، يعني اللي احنا قلنا bleeding time معناه شنو؟ هو التايم اللي ينحسب من losing of blood إلى حد إنه stopping of blood، إلى أن يتوقف النزف، يعني من نضوح الدم إلى أن يتوقف، هذا نسميه bleeding time. الكلوتينج تايم لا، هو الوقت اللي يأخذ البلد حتى يتخثر. البليدينج disorders are of three types: هيموفيليا، بربورا، وفون والبراند ديزيز. طبعا هي ما تحتاج ترجمة للعربي، هذه هسه كل واحدة راح تعرفها من خلال شرح، تعرفها شنو معنى الهيموفيليا. الهيموفيليا is a group، مجموعة من sex linked inherited blood disorders، عبارة عن مجموعة من اضطرابات الدم الوراثية المرتبطة بالجنس، characterized by prolonged clotting time. Prolonged clotting time تتميز بطول في وقت تخثر الدم. However, the bleeding time is normal. Usually it affects the males, with the females being the carriers. إذن الذكور يتأثرون بالمرض، ينصابون بالمرض، ولكن الأنثى تكون حاملة للمرض. Because of a prolonged clotting time، بسبب طول في فترة التخثر الدم، even a mild trauma causes excess bleeding which can lead to death. حتى وإن كانت يعني التعرض إلى ضربة طفيفة أو شدة طفيفة راح تسبب لنا نزف يعني بغزارة، وممكن يؤدي إلى الموت. Damage of skin while pulling or extraction of a tooth may cause excessive bleeding for a few weeks. ممكن أيضا ضرر الجلد مثلا أثناء السقوط مرتفع مثلا أو قلع السن، ممكن أيضا يسبب يعني نزف دموي قد يستغرق إلى يعني أسابيع قليلة. Easy bruising and hemorrhage in muscles and joints are also common in this disease. أيضا عندنا الكدمة، تحصل عند الكدمة يعني الأقل سبب النزف في العضلات والمفاصل، يعني في أعراض جدا شائعة بهذا المرض. هسه هذا normal coagulation، الwound هاي thrombocyte، هاي coagulation factor، clotted wound هاي ورا ما يعني هذا إنه أكو عوامل تخثر، فراح يصير عنا normal coagulation. هنا without coagulation factor ماكو عوامل تخثر، نقص بالعوامل التخثر، لذلك هنا ما راح يصير أي تخثر، نسميه هنا بحالة الهيموفيليا. The causes of hemophilia. Hemophilia occurs due to lack formation of prothrombin activator. إذا نتيجة نقص في تكوين ما نسميه هنا بالبروثرومبين اكتيفيتر، منشط أو محفز البروثرومبين. That is why the coagulation time is prolonged. ولذلك الوقت التخثر يكون طويل بسبب لك هذا المكون. The formation of prothrombin activator is affected due to شنو سبب هذا التأثر أو تكوينه، وأصلا بمن يتأثر بالنسبة للبروثرومبين activator؟ يتأثر بنقص بفاكتور 8, 9, and 11، العامل الثامن والتاسع والهداش. أنواع الهيموفيليا depending upon the deficiency of the factor involved، لأن تعتمد على نوع العامل التخثر اللي يكون يعني بنقص أو قلة. الهيموفيليا أي أو نسميها كلاسيك هيموفيليا نتيجة due to deficiency of factor 8، نتيجة نقص عامل الثامن. 85% of people with hemophilia are affected by hemophilia A. 85% من المصابين بالهيموفيليا هو تايب A. Other type الهيموفيليا B أو Christmas disease due to deficiency of factor 9
العامل التاسع، نقص بالعامل التاسع. ايضا 15% of people with hemophilia are affected by hemophilia B. اذا 15% من عندهم يعني يكونون مصابين بالهيموفيليا B، نوع B. hemophilia C or factor 11 deficiency due to deficiency of factor 11 عامل 11 and a very rare bleeding disorder، وهو جدا نادر، لذلك حتى نسبة ما منطي، لذلك 15% منطي نسبة للA، العفو 85% للA، 15% للB، وهذا جدا نادر حتى نسبة ما أذكر له. symptoms of hemophilia، الأعراض مات الهيموفيليا، spontaneous bleeding، نزف تلقائي يعني بدون سبب على لحظة، مثل يصير عندنا نزف عن طريق الفم، الأنف، عن طريق الرعاف نسميه إحنا، أو عن طريق مثلا لثة لثة الفم، عن طريق المفاصل، عن طريق التبول أجلكم الله، أو يعني أسباب أخرى، عن طريق الدورة الشهرية عند المرأة. prolonged bleeding due to cuts, tooth extraction and surgery، زين يقول يصير يحتاج إلى فترة طويلة إنه يبقى ينزف من ماكو تخثر، فنتيجة مثلا يعني جروح أو قلع سن أو عملية جراحية. الهيموراجي إن gastrointestinal tract and urinary tract، أيضا نزف عن طريق الجهاز الهضمي أو الجهاز البولي. bleeding in joints followed by swelling and pain، نزف عن طريق المفاصل بسبب إنه ورم وألم. وappearance of blood in urine، وظهور الدم، وأخيرا بالإدرار أو الخروج. treatment for hemophilia of hemophilia، effective therapy for classical hemophilia involves replacement of missing clotting factor، إذن هو التعويض بعناصر أو عوامل التخثر المفقودة أو الناقصة. التايب الثاني bleeding disorder purpura، purpura is disorder characterized by prolonged bleeding time however the clotting time is normal، عكس الهيموفيليا. فهي عندهم البرولونج بالبليدنج تايم والكلوتنج تايم، الكلوتنج تايم عندهم نورمال. characteristic features of this disease spontaneous bleeding under the skin from ruptured capillaries، النزف التلقائي تحت الجلد نتيجة يعني نقول احنا rupture بالcapillaries يعني نتيجة تكسر او تهشم الأوعية الدموية الشعرية. it causes small teen hemorrhagic spots، تبنى بقع نصفية صغيرة in many areas of the body، في مختلف أنحاء الجسم. the hemorrhagic spots under the skin are called purpuric spots، ذا تحت الجلد نسميها purpuric spots. purple colored patch like appearance، that is why this disease is called purpura. blood also sometimes collects in large areas beneath the skin which are called ecchymoses. أيضا هذا ليش سميناه بالبربرا؟ نقول نتيجة إنه وجود هاي البقع النصفية تحت الجلد. وأيضا بعض الأحيان يقول راح يجتمع ببقع كبيرة، زين أكو بقع صغيرة بربرا كسبوت وأكون نسميه بقع كبيرة، زين البقع الكبيرة نسميها ecchymoses كدمات. شو البقع كبير هو زين نوع من التهاب الأوعية الدموية سميها vasculitis هنا. focuses of on purpura. types and causes of purpura. purpura is classified into three types depending upon the cause. thrombocytopenic purpura اللي هي نتيجة نقص بالصفيحات الدموية. in bone marrow disease بحالة أمراض النخاع العظم. البليتلت برودكشن انتاج الصفيحات الدمويه راح يتاثر يؤدينا الى نقص بالصفيحات الدمويه leading to deficiency of platelets. idiopathic thrombocytopenic purpura يعني هذا نوع من الديزيز لكن بسبب غير معروف. unknown cause is called idiopathic thrombocytopenic purpura. it's believed that platelet count decrease، هنا البليتلت راح يقل عددها نتيجه يعني ظهور أو نمو ما يسمى بالأجسام المضادة المعاكسة للصفيحات الدموية، زين which occurs after blood transfusion بعد نقل الدم تصير هذه الحالة. النوع الثالث هو يسمى thrombocytopenic purpura اللي هي الخلل، وين الخلل؟ بالصفيحة الدموية نفسها، بالوظيفة مالتها أو التركيب مالتها. structural or functional abnormality of platelets.
however the platelet count is normal، لذلك احنا العدد ما تدفع عنده ما يكون طبيعي، ولكن الشكل التركيبة والوظيفة تكون غير طبيعية. It's characterized by normal clotting time, normal or prolonged bleeding time, but defective clot retraction. إذن تميز بأنه clotting time طبيعي، bleeding time يكون طبيعي أو فترة طويلة، وما يسمى أيضا عنده بالdefective clot retraction اللي شرحناه بالمحاضرات السابقة. النوع الثالث من bleeding disorder von Willebrand disease. Von Willebrand disease is a bleeding disorder characterized by excessive bleeding even with a mild injury. يتميز هذا بنزف حاد رغم يعني الإصابة الطفيفة. It's reduced deficiency of von Willebrand factor نتيجة نقص بهذا العامل. Which is a protein عبارة عن protein secreted by endothelium of damaged blood vessels and platelets. هذا البروتين ينفرز من البطانة مالت الأوعية الدموية المتضررة والصفيحات الدموية. This protein is responsible for adherence of platelets to endothelium of a blood vessel during hemostasis after an injury. فمسؤول هذا البروتين عن شنو؟ يعني تلاصقات أو تجمعات الصفيحات الدموية علما لبطانة الأوعية الدموية خلال عملية التخثر after hemostasis after an injury بعد الإصابة. It's also responsible for survival and maintenance of factor 8 and plasma. أيضا مسؤولة عن هذا البروتين عن بقاء والحفاظ على العامل الثامن بالبلازما. نقص بالفون والبراند فاكتور هذا راح يسبب لنا سبرس بالبليتلت أتيجن، راح يقلل التلاصق أو تجمعات الصفيحات الدموية وتلاصقها مع الجدران الأوعية الدموية أثناء الإصابة. It also causes deficiency of factor 8. وأيضا بنفس الوقت هذا العامل نقص مالته راح يسبب لنا أيضا نقص بالعامل الثامن. This result in excessive bleeding which resembles the bleeding that occurs during platelet dysfunction or hemophilia. Thrombosis التخثر thrombosis أو تسمي intravascular blood clotting يعني يصير خثرة دموية داخل الأوعية الدموية. Refers to a coagulation of blood inside the blood vessel. زين طبعا هاي الحالة احنا عادة thrombosis ما يصير بالظروف الطبيعية لأن وجود الانتيكواجلانس مثل الهيباري وشرحنا عنه أيضا بالمحاضرات السابقة. Normally blood clot blood doesn't clot in the blood vessel. يقول طبيعيا الدم ما يتخثر داخل الأوعية الدموية بسبب وجود بعض العوامل ضمنها قلنا الانتيكواجلانس مضادات التخثر. Already explained in the previous lecture, but some abnormal conditions cause thrombosis. Causes of thrombosis. أسباب الثرومبوسيس injury blood vessel إصابة بالأوعية الدموية مثل infection كالتهاب أو mechanical obstruction أو انسداد ميكانيكي. The endothelial lining of a blood vessel is damaged راح تتضرر بطانة الأوعية الدموية و تحفز أو تهيئ لعملية التخثر. الرفند endothelial lining أيضا بطانة الأوعية الدموية أيضا تكون خشنة ومثل عندنا حالة الانفكشن دامج أو اثيروسكلروسيس عندنا تصلب الشرايين فالإندوثيليوم بالحالة راح يبقى يكون خشن وهذا أيضا يحفز على عملية التخثر. sludginess of blood flow بطء في حركة الدم. Decrease rate of blood flow cause aggregation of platelets and formation of thrombus. راح يسبب تجمع صفيحات الدم ويسبب لنا شنو خثرة. لذلك slowness of blood flow بطء جريان الدم يصير بحالات انه تقل عمل القلب reduce cardiac action او حالة انخفاض ضغط الدم hypotension او low metabolic rate قلة بالعمليات الايضية و prolonged confinement into bed يعني الجلوس أو الحبس الطويل في السرير and immobility of limbs وعدم حركة أو تحريك الأطراف. الagglutination of red blood cells السبب الرابع أنه تلاصقات تصير بكريات الدم الحمراء تسبب أيضا thrombosis أو تجمعاتها نتيجة foreign antigens or toxic substances نتيجة يعني أجسام غريبة أو مواد سامة.
التوكسيك ترومبوسيس، ترومبوسيس كومن ديو تو اكشن اوف كيميكال بويزنز، يعني سموم كيميائيه مثل عندنا لايك الارسينيك كومباوند، مركبات الزرنيخ، الميركوري، الزئبق، بويزنس مشروم، الفطر السام، والسم الافعى. كلها تعتبر شنو؟ مواد سامه تسبب لنا تخثر داخل الاوعيه الدمويه. كونجنيتال ابسنس اوف بروتين سي، ايضا هذا عنده فقدان البروتين سي الوراثي، هذا طبعا يعتبر كأنتي كوغلنت مضاد تخثر، ويثبط عمل العامل التخثر الخامس والثامن. والثرومبوسيس occurs in the present in the absence of this protein، فإذا غاب هذا البروتين راح يسبب لنا الخثرة. Congenital absence of protein C causes a thrombosis and death in the infancy، فإذا كان هنا عندنا يعني غياب هذا البروتين يكون وراثي، فلذلك احنا راح يصير عملية التخثر، وممكن الطفل ايضا يعني قبل اقل من عمر سنة ممكن يموت. Complications of thrombosis and thrombus during thrombosis، المضاعفات التخثر شنو هي؟ لانه lumen of blood vessel is occluded، راح ينسد. هاي solid mass، هاي المادة الصلبة، يقول platelet or red blood cell or and or clot، زين الأوعية بالكرات الدم الحمراء والصفحات الدموية. obstructs، راح تغلق المجرى الدم blood vessel، is called thrombus. thrombus formed due to agglutination of red blood cells is called agglutinative thrombus، نتيجة تجمع وتقارب كرات الدم الحمراء. الامبوليزم السبب الآخر عندنا، قلنا هنا شنو احنا قلنا؟ العفو الكومبليكيشن يعني المضاعفات. المضاعفة الآخر امبوليزم and embolus. embolism معناها شنو؟ عملية process in which the thrombus or a part of it is detached and carried in bloodstream and occludes the small blood vessel. إذن هي عبارة عن شنو؟ عبارة عن خثرة تتكون وتنفصل وتمشي بالمجرى الدموي وتغلق الأوعية الدموية الشعرية الصغيرة، resulting in arrest of blood flow to any organ or region of the body. راح يصير هاي الحالة، راح توقف وصول الدم لأي عضو أو نسيج داخل جسم الإنسان. الإمبولس is the thrombus or part of it، زين هي أما عبارة عن خثرة أو جزء من عدها، which arrest توقف جريان الدم. obstruction of blood flow by embolism is common in lungs، يقول هذه العملية تكون شائعة في هاي يعني التكون هاي الخثرة وتغلق الأوعية الدموية، وين شائعة؟ باللانجز الرئتين، سيبي بولمونري امبوليزم، بالبرين الدماغ سيربرال امبوليزم نسميه، أو بالهارس القلب كوروناري امبوليزم. اسكيميا insufficient blood supply to an organ or area of the body by the obstruction of blood vessel is called ischemia، زين معناها شنو ischemia؟ يعني نقص يصير أو عدم وصول كمية كافية من الدم إلى العضو أو النسيج، زين. الاسكيميا result in tissue damage، راح يسبب ضرر بالنسيج بسبب إنه قلة، راح يصير نقص بالأكسجين وصول الأكسجين، ما دام ينقص الدم راح أيضا ينقص وصول الأكسجين، يعني راح يصير بنقص هايبوكسيا نسميها. ischemia also causes discomfort pain tissue death، أيضا سبب لنا توعك وألم وموت النسيج. death of body tissue is called necrosis، يعني نسمي احنا ما يسمها بالنخر. necrosis and infarction. necrosis نخر is a general term that refers to tissue death، أيضا معناه موت النسيج، نتيجة loss of blood supply، نتيجة قلة وصول الدم إلها بسبب الإصابة أو الالتهاب أو أن عوامل فيزيائية أو كيميائية. infarction معناها احتشاء، means the tissue death due to موت النسيج نتيجة loss of blood supply، فقدان وصول الدم للمنطقة. loss of blood supply is usually caused by occlusion of an artery، يصير انسداد بالشريان، by thrombus من خلال الخثرة أو الامبولس، and sometimes by atherosclerosis نتيجة التصلب الشرايين. بس هنا هاي معناها شنو؟ اكو اسكيميا، هنا معناها اكو انفاكشن، وهاي هنا الحالة الطبيعية الوعاء الدموي. area of tissue that undergo infarction is called infarct.
Infarction commonly occurs in heart, brain, lungs, kidneys, and simply. تصير هاي عملية الانفاكشن استشعاع العضلة القلبية لأن شناقص وصول الدم إلها تحدث الشيء بالقلب لأنها كيفنشر سميح استشعاع العضلة القلبية أو بالدماغ أو الرئتين الكليتين والطحال. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.